عزيز راه صاحبي راه تصورنا باسبور عندكم اقبال أستاذ كما كنتم تلاحظون في مختلف الورشات المفتوحة للجمهور الكريم التي لاقت إقبال جماهيري منقطع النظير بالخصوص من أولياء التلاميذ والتلاميذ خصوصا من الطور المتوسط الذي كان له إقبال في المستوى من أجل التعرف أكثر على المدرسة وشروط الالتحاق بها باعتبار المدرسة متموقعة في منطقة البليدة وقريبة من الولايات المجاورة وكذا العاصمة.